لم تكن السعادة يوما بسفرة رمضان بالأطعمة والأشربة بالتحضيرات والتجهيزات والديكورات، لم تكن يوما بشكلها أو بحجمها، بل هي دوما بمن يجلسون حولها. لا يتعلق الأمر بتنوع الأطباق ولا فخامتها وما تحتويه من أصناف باهظة الثمن، بقدر ما يتعلق باليدين التي طهت بنفس وحب بمجهود وحنان، مهما كانت الأطباق بسيطة. المتعة ليست بكأس العصير، بل بمن يناولك إياه عند الإفطار، ليس بالطبق وشكله، بل بمن يقاسمك إياه، ليس بالصحون والملاعق، بل بمن يصدرون ضجيجها، ولا بالأصناف المتعددة، إنما بمن يضيفون بحضورهم ألوانا تفوق ألوان الأطعمة جمالا وروعة. سفرة رمضان هي فخمة بفخامة جلوس أبي بيننا، جميلة بجمال يدي أمي اللتين أعدتا الطعام، وبإصرارها على إطعامنا المزيد وتفقد أطباق الجميع، وديكوراتها مزاح الإخوة ومشاكساته. سفرة رمضان جميلة بجمال من يحيطون بها، بالجلسة وصخبها وكافة ملامحها وتفاصيلها التي ترسم ذكريات تبقى في العقل والقلب ندية لا تجف. أدام الله موائدكم عامرة بمن عليها من عائلاتكم وأحبائكم، ليعود عليكم رمضان في كل عام وهم زينتكم للشهر الكريم.